فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بل المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار، فإن جميع ما يعملونه مما ليس من أعمال المسلمين إما كفر وإما معصية وإما شعار كفر أو معصية وإما مظنة للكفر والمعصية وإما أن يخاف أن يجر إلى معصية، وما أحسب أحدا ينازع في جميع هذا. نعم، وهذا تقرير أيضا لهذه المسألة، وهي قطع تشبه المسلمين بالكفار. فإنه يقول كما سبق: إذا منعنا من المشاركة لهم والتشبه بهم في سكن البقاع التي عذبوا فيها، فالنهي عن مشاركتهم في الأعمال التي لا يقرها ديننا ولم يأتي بها ديننا من باب أولى. ثم إن هذا التشبه منه ما هو تشبه بهم في عباداتهم التي نسخت أو التي ابتدعوها من عندهم، وإما تشبه في صفاتهم وعاداتهم، وإما تشبه بهم في شعاراتهم الدينية، وإما تشبه بهم فيما هو وسيلة إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار بأنواعه كلها وما يؤدي إليه. وكما ذكرنا أن المسلمين ولله الحمد ليسوا بحاجة إلى التشبه بالكفار في هذه الأمور التي هي خاصة بهم، فإن التشبه بهم فيها فيه تبعية للمسلمين للكفار، والمفروض العكس، أن يكون المسلمون هم القدوة لا أن يكون الكفار هم القدوة. وأما الأخذ بالأمور النافعة فهذا ليس تشبها بالكفار، لأن الأمور النافعة أصلها للمسلمين، ولكن لما أن كثيرا من المسلمين تكاسلوا عنها أو ابتعدوا عنها وأخذها الكفار، فهذا لا يجعلها خاصة بهم أو أنها لهم، لأنها في الأصل للمؤمنين، والأخذ بها ليس من باب التشبه، وإنما هو من باب الانتفاع، فللمسلمين نفع في ذلك وفيه قوة لهم. أما التشبه بهم في التوافه والأشياء التي لا قيمة لها، فهذا ليس فيه إلا التبعية فقط، وليس فيه نفع للمسلمين، بل فيه ضعف ووهن للمسلمين.